السلام عليكم خوتي خواتاتي، اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفيه تحضير بيتزا ايطاليه بطريقه سهله. اوكي خليكم معنا، ليتس جو. نبداو الان نكبوا الماء ديالنا، 340 غرام ديال الماء، نزيدوا عليه الخميره 3 غرام. انا حطيت على قبل انني غنطول المده، نتوما الا بغيتوا تقصروا المده ممكن انكم ديروا 10 غرام او 15 غرام. نخلطوه مزيان باش يذوب فيه، حتى يذوب الخميره تذوب في الماء. ودابا نزيدوا الدقيق ديالنا، 500 غرام ديال الدقيق، يعني نص كيلو ديال الدقيق. نحاولوا نخلطوه مزيان حتى يتجانس مزيان. دابا ملي وصلنا تقريبا في البدايه واحد جوج دقائق ولا شنو هي ديال العجينه، دابا نزيدو الملح. علاش دابا زدت الملح من بعد؟ حيت الملح بعدتو على الخميره، الخميره درتها هي الاولى ومن بعد زدت الملح، حيت الملح الا حطيتو مع الخميره في الاول كيوقف ليا العمليه ديال التخمير ديال العجينه. هذه معلومه خاصكم ديروها في بالكم، ديما تفرقوا الوقت ديال الملح وديال العجينه وديال الخميره. المهم نخليه دابا واحد 5 دقائق، نغطيه ونخليه واحد 5 دقائق يرتاح. من بعد 5 دقائق نجيو نبداو عاوتاني نعجنوه شويه مزيان، يعني باش نعطيه شويه ديال القوه. ولا بغيتو ديروا ليه هذه الطريقه اللي كندير ليه انا دابا، يعني كنبقى نجمع فيه بالطريقه، كل واحد وطريقته. ونخليه يرتاح 4 السوايع. دابا هادي خليته يخمر 4 السوايع، 3 السوايع على حساب. انا خليته 4 السوايع لاني داير الخميره قليله، نتوما ممكن تخليه اقل الا درتو الخميره كثيره. دابا ها هو وجد عندنا من بعد 4 السوايع عندي انايا، غادي نبدا نقطع فيه دابا ونديرو كرات. شوفوا معايا الطريقه كيفاش. انا كنوزن 250 غرام حتى 280 غرام كاع. ودابا نكورهم. هاد الطريقه ديالي هادي ممكن تجي لشي واحد، تجي لشي ناس صعيبه. المره الجايه ان شاء الله غنوريكم طريقه اخرى ديال كيفاش ندير الكرات بحال هكا. خصني نكورهم ونخوي منهم الهواء. دابا من بعد ما خليتهم يخمروا واحد المده، دابا جا غنجيو دابا للتسريح ديال البيتزا. المهم قبل من هاد التسريح ديال البيتزا خصنا نكونوا سخنا الفران على درجه الحراره من 220 حتى 250 درجه حراره. ملي يوصلها الفران نجيو نسرحوا البيتزا ديالنا ونحطوا عليها لاصوص طوماط ديالنا. ونزيدوا عليها الموتزاريلا. ودابا نهزوها بالبالا وندخلوها للفران. كل واحد دابا الفران ديالو شحال ديال الوقت غيطلب منه. انا كيطلب مني من 3 دقائق حتى تقريبا حتى 5 دقائق، ممكن حتى يطلب منك من 7 دقائق حتى 10 دقائق على حساب درجه الحراره اللي كاينه في الفران واش قوي ولا مقويش. ها نتوما دابا هنا في وسط الطياب وريتكم كيفاش تنفخوا هذوك الجناب ديالها. ها النتيجه النهائيه شفتوها، كنتمنى انها تعجبكم. دابا نحطوا عليها شي ورقات ديال البازيليك، يعني الريحان. المره الجايه ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تصايبوا لاصوص ديال الطوماط، غندير ليها فيديو بوحدها تقريبا ان شاء الله.
اوكي كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم وتهلاو في كنتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم ولا بغيتو ندير لكم شي وصفات اخرى كتبوها لي في التعليق وان شاء الله غادي نصايبها لكم ان شاء الله باذن الله المهم ما تبخلوش علينا بالتعليق وباللايك تشاو